أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 84 فلسطينيا وإصابة 329 آخرين خلال 24 ساعة الماضية في 8 مجازر جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد العائلات في قطاع غزة. أكدت السلطات الصحية في غزة وجود ضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39,090 شهيدا وإصابة 90,147 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي. Thank you.